السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام، وبيبدأ فيلمنا النهاردة بأيرلندا مع الكاتبة سيمون واللي بتعيش حياة منعزلة ومتدنية بعيدا عن المدينة، وطول الوقت بتكتب في روايتها الجديدة. وفي يوم بتخرج للماركت وكانت النظرات حواليها غريبة، ولما خرجت لقيت مكتوب على العربية قاتل فمسحتها، ولما جت تشغل العربية كانت عطلت، فبتروح لمركز صيانة سيارات وهناك الميكانيكي بيقول لها ان العربية موديل قديم ومحتاجة محرك جديد وده مكلف جدا غير انه صعب. وهنا بيدخل جاستن ملك المكان وبيقول لها انه ممكن يفحصها من جديد، وفعلا بعد الفحص بيقول لها انه هيحاول يوفر القطع الضرورية اللي العربية محتاجاها، فبتشكره سيمون وبتمشي. وتاني يوم بتروح سيمون تسهر في حانة وبتفضل تشرب لحد ما بتسكر تماما، وبتروح بعد كده للمركز علشان تستلم العربية. جاستن حاول يمنعها انها تسوق وهي سكرانة، لكنها اصرت وبتاخد العربية وبتمشي. وفي طريقها بتتفاجئ ببنت قدامها فجأة، ولما نزلت لقيت البنت مصابة في راسها فبتاخدها معاها للبيت. وتاني يوم الصبح وهي بتجهز الفطار بتتفاجئ بالبنت قامت، فبتقول لها كويس انك لسه عايشة لاني فكرت انك ميتة وكنت هدفن جثتك في الغابة. فبتحضر للبنت فطار معاها، وكانت بتتكلم كتير مع البنت لكنها ما كانتش بترد عليها. سيمون قالت لها انها هتقوم تغير لبسها وتاخدها توصلها للموقف اللي في المدينة علشان تروح. ولما قامت ودخلت تغير لبسها البنت قامت علشان تشرب، فبتلاقي المطبخ في حالة مزرية جدا، فبتقوم بتنظيف المطبخ. ولما سيمون خرجت وشافتها اتعصبت عليها جدا وبتاخدها توصلها للمحطة وبتسيبها وبتروح تشتري أغراضها من الماركت. وفي طريق رجوعها بتشوف البنت لسه قاعدة مكانها، فوقفت وسألتها مركبتيش الأتوبيس ليه؟ البنت قالت لها إنها مش معاها فلوس. وهنا سيمون بتقول لها بصراحة أنت نظفت المطبخ كويس، فبتعرض عليها ترجع معاها وتقوم بتنظيف البيت وتاخد فلوس بالمقابل. البنت ما كانش قدامها أي اختيار فبتوافق وبترجعها معاها تاني للبيت، وفعلا بتقوم البنت بتنظيف البيت بالكامل وبترجع سيمون للكتابة تاني في روايتها. وبعد ما بتخلص كتابة بتلبس علشان تخرج تتمشى، ولما البنت طلبت تتمشى معاها سيمون بترفض وبتنهال عليها بالشتايم، لكنها بعد لحظات بترجع توافق وبتاخدها معاها. ولما خرجوا يتمشوا بين الأشجار في الغابة وعند مكان محدد البنت بتقول لها انت بتحب المكان ده صح؟ سيمون قالت لها ايوه، وبدأت تتكلم معاها وبتعرفها انها كاتبة. ولما رجعوا للبيت سيمون بتكمل كلامها وبتقول لها انها كانت بتعزف بفرقة موسيقية لكنها اتجهت للكتابة لانها مربحة اكتر. وبالليل لما دخلت سيمون تنام بتشوف كوابيس، والبنت كمان كانت بتحلم بأطفال وشاطئ وشخص غريب، فبتصحى سيمون وبتخرج تقعد في المطبخ. وهنا بتفتكر جوزها لما كانوا بيتشاجروا سوا، ولما حاول يعتدي عليها فبتدفعه فبيصاب في راسه وبيقع. والصبح البنت بتلاقي سيمون نايمة على ترابيزة المطبخ فبتصحيها، لكن سيمون كانت في حالة مزرية جدا. وبالليل بيجي اتصال لسيمون من جاستن صاحب مركز الصيانة وبيقول لها انه وفر كل القطع اللي عربيتها محتاجاها، وبيقول لها لو عايزة تصلح العربية هاتيها بكرة. وفعلا تاني يوم بتروح سيمون وبتصلح العربية، وهناك جاستن بيقول لها انا عارفك انت كنت المغنية لفرقة أوستيرون صح؟ وبدأ يثني على كل الاغاني اللي كانت بتغنيها وبيقول لها اقدر اتصل بيكي في اي وقت، فبتقول له مفيش مشكلة. وبترجع سيمون وبتكمل كتابة روايتها واللي كانت البطلة فيها بنت مطاردة من مجموعة من الرجال، وكان خيالها في الكتابة بيزيد قوة وإبداع. وبتعدي الأيام وبدأت سيمون تبقى لطيفة مع البنت، وكمان بدأت تعلمها العزف على الجيتار. وفي يوم بيجي لها اتصال من جاستن وبيعزمها على العشاء بكرة في بلدة خان. وقبل ما يناموا والأول مرة سيمون بتسيب إزازة المشروب وبتدخل تنام، أما البنت فكانت لسه بتشوف نفس الأحلام على الشاطئ ونفس الأشخاص. وتاني يوم بتحاول سيمون تستعد علشان تقابل جاستن، لكنها ما كانتش لاقية لبس مناسب. وهنا بتيجي البنت وبتساعدها وبتختار لها فستان يتناسب مع السهرة، وبتقابل جاستن فعلا، وكان جايب معاه الجزء الأول من رواية سيمون وبيقول لها إنه قراه وأعجب بيه جدا. سيمون كانت مبسوطة جدا، وبنفس اللحظة بدأت تحس إنها بتستعيد حياتها من تاني. وبعد شوية بتستأذن منه وبتروح للحمام، وهناك بتسمع بنتين بيتكلموا عنها، وبنت منهم بتقول إنها من عبدة الشيطان وإنها إنسانة سيئة جدا وكمان قاتلة. سيمون كانت بتسمعهم لكنها استنت لما يخرجوا، وبتخرج بعدهم وهي محبطة جدا. ولما رجعت لجاستن كانت مشتتة جدا وعينيها على البنتين، وقبل ما بتروح بتفسد علاقتها مع جاستن قبل ما بتبدأ. ورجعت للبيت وهي سكرانة تماما. وتاني يوم بيجي لها خطاب من البنك وبيطلب سداد ديونها او الحجز على البيت، فبتتصل بمارجو مدير دار النشر وبتطلب منها تساعدها، لكن مارجو قالت لها كتابك الاول كان حقق مبيعات كويسة وعدى 6 سنين وما خلصتيش الجزء التاني، لازم تخلصيه علشان اقدر اساعدك.
وبدأت سيمون تحس بالعجز وقلة الحيلة، خاصة إنها وحيدة وما تملكش غير البيت ده وموهبتها في الكتابة، فبتقرر إنها تنجز كتابتها للرواية وتنهيها علشان تسلمها. وأثناء كتابتها للرواية بيخبط الباب، ولما فتحت بتلاقي شخص غريب. ولما رجعت البنت من جامع الحطب بتهاجمها سيمون وبتقول لها إن في شخص جه يسأل عنك، أنت لازم تمشي من هنا حالا. وفعلا بتاخدها توصلها للمحطة، وهناك بتتوسل إليها البنت وبتقول لها أنا فكرت إننا أصدقاء، لكن سيمون بترفض وبتسيبها وبتمشي. وفي طريقها بدأت سيمون تفتكر بنتها لانا لما كانت بتعاملها بشكل سيء وبتعتدي عليها وبتهرب بنتها منها، فبترجع سيمون للمحطة تاني وبتدور على البنت وفكرت انها مشيت، لكنها بتلاقيها لسه قاعدة بنفس المكان، فبتروح لها وبتقول لها انا بخسر بيتي لاني ما دفعتش الرهن العقاري، وكمان كان عندي اسرة زوج وبنت لكني خسرتهم، والبيت ده كان الوحيد اللي باقي لي منهم لكني كمان بخسره. وكان واضح على سيمون الندم الشديد، وبتطلب من البنت ترجع معاها للبيت، وفعلا بيخرجوا من المحطة سوا. والأول مرة سيمون بتسأل البنت عن اسمها، لكن البنت قالت لها ماليش اسم لكني بحب لما بتناديني بكي. وبعد ما بيمشوا بيظهر في المكان الشخص الغريب. وفي البيت بدأت سيمون تستعيد كل المشاعر اللي فقدتها، خاصة مشاعر الأمومة، فكانت بتحاول تكون حنونة مع البنت. وبتصحى البنت تاني يوم وبتتفاجئ بسيمون وهي بتتخلص من كل أزايز الخمور، وبتطلب من البنت تشاركها وتشجعها، وفعلا بيتخلصوا منها وبيخرجوا يتمشوا في الغابة بين الأشجار. وبتبدأ سيمون تقترح على كيد إنها تبيع بعض المعدات والأجهزة، وكمان تبيع روايتها علشان تسدد ديونها. وفي الغابة كانوا في مجموعة من الصيادين، بنفس الوقت كانت سيمون بتبص للبنت وبتفتكر بنتها لانا لحظة هروبها فبتتغير ملامحها، وهنا بتصاب سيمون برصاصة من الصيادين وبتفقد الوعي. وبتفوق وهي في البيت وبتلاقي أثر الرصاصة في بطنها لكن بدون ألم. ولما نزلت بتتفاجئ بالشخص الغريب كان قاعد وبكل هدوء بيقول لها البنت خرجت تجمع الحطب وأنا هنا علشان أرجعها لبيتها. سيمون قالت له هي هنا في بيتها، لكن الشخص الغريب استنكر كلامها وقال لها أقصد بيتها الحقيقي مع طيبتها لأنها بنت مميزة جدا. وهنا بتفتكر سيمون إنها لما أصيبت بالرصاصة كانت بتحتضر، وكانت البنت عاجزة عن مساعدتها، لحد ما بيظهر الشخص ده فبيمسك إيد البنت وبيحطها على الجرح، فبتشفى سيمون فورا وبتقدر تتنفس من تاني. وهنا بتدخل البنت فبتاخدها سيمون في ظهرها وبتطمن إنها كويسة، فبيستأذن الشخص الغريب وبيقول لهم أشوفكم قريب. وهنا البنت بتقول لسيمون اهدي ده صديق وحكالي كل حاجة وكلامه منطقي جدا. وبتحاول البنت تفهم سيمون وبتقول لها الأحلام كل يوم بحلم بالشخص ده وبالشاطئ وبأطفال بتشبهني. سيمون مش فاهم حاجة وبتسيبها وبتخرج. وهنا البنت بتشوف صورة سيمون مع جوزها على الشاطئ، فبتقول لها المكان ده اللي بشوفه في أحلامي على الشاطئ جنب قارب التنين، وبتسأل سيمون المكان ده فين، وبتقرر البنت إنها تروح للمكان، وفعلا بتاخدها سيمون للشاطئ بالرغم إنها مش فاهمة حاجة. وهناك البنت بتلاقي قارب التنين وبتتأكد إن ده فعلا نفس الشاطئ اللي بتشوفه في أحلامها، فبيفضلوا هناك لحد بالليل وبيقضوا الوقت مع بعض سوا. وبتبدأ سيمون تشوي الأعشاب على النار، وبدأت سيمون في تأنيب ضميرها وبتحكي للبنت عن بنتها لانا وإنها كانت بتعمل كل ده هي وبنتها. وبيطلع عليهم النهار وهم لسه قاعدين مكانهم، وبيتفاجئوا فعلا بأطفال بتيجي من كل مكان، الأطفال اللي كانت البنت بتشوفهم في أحلامها، وبتقول لها هم دلوقتي راجعين للبيت. وهنا سيمون بتسألها يعني هتمشي؟ البنت قالت لها أيوه. وهنا بتحضنها سيمون قبل ما تمشي وهي بتعيط، وبتفضل تراقبها وهي رايحة للأطفال اللي شبهها، وبعض لحظات بيختفوا عن نظرها تماما. وهنا بيظهر الشخص الغريب، وقبل ما تمشي سيمون بيقول لها الحياة جميلة وفريدة لازم نعيشها بسعادة. وبترجع سيمون للبيت وحيدة من تاني وبتطلع صورها مع بنتها وجوزها، وبتفتكر لحظة شجارها مع جوزها وبيصاب في راسه وبيقع في الأرض. ولما بنتها لانا شافت الموقف بتخاف وبتهرب. سيمون لما جريت وراها بنتها قالت لها أنا بكرهك، قبل ما تعدي الشارع علشان تخبطها عربية وبتتوفى لانا. وبعد شوية بيفوق جوزها وبيخرج فبيلاقي بنته ماتت. وبتطلع سيمون لفوق وبتبدأ روايتها الجديدة عن قصتها مع البنت، وبعد فترة قصيرة بتنتهي من الرواية وبيتم طرحها في السوق. وبتتصل بيها مارجو وبتبلغها إن الكتاب بيحقق مبيعات كتيرة وإن طلبات الحجز أعدادها بتزيد، وكمان بتقول لها إن في منتج من هوليود مهتم بحقوق الكتاب علشان يحولوا الفيلم. وأخيرا بتحقق سيمون نجاحها بسبب بطلة روايتها اللي عاشت معاها لفترة قصيرة، وبتتغير حياتها تماما.
كده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.